الحمام ولا ايه؟ افتح لو سمحت. ما تموتش دلوقتي، عايز ملح. لو سمحت عايز ملح. ايه السطح ده؟ احنا في اليونان ولا في السبتية؟ ولا هشام جبل اوروبي كده؟ اوروبي ايه؟ ما احنا في اوروبا. وماشي اختار يا فهمي، اختار. يلا اختار. ايه انا اللي هلعب الاول؟ في ايه يا معلم؟ انا هلعب وانت هتنزل نيكست. يا حبيبي احنا قاعدين قبليك يا بابا. في ايه؟ انا اللي موصل الباد في البلاي ستيشن وانا اللي هبتدي. وماشي يلا حبيبي. طب اقول لك حاجه، خد الدراع ده اللي بايظ يا حبيبي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلينيش امد ايدي عليك، قوم هنلعب. احنا مش قايل لك انا هلعب الاول؟ شيكو اللي قال اهو. قال شوف قال شيكو. والله العظيم. طب ماشي. هتلعب بمين؟ هتلعب بمين؟ انا هلعب الاهلي. وانا هلعب ريال مدريد. وانا هلعب بروما وهخلي الفرقه كلها محمد صلاح. قوم يلا انزل. انا هلعب انا وفهمي الاول وبعدين العب انت هشام، ايه المشكله يعني؟ يلا. طب ماشي، وريني مين هيوصلها لكم في التلفزيون بقى. هو فين التلفزيون؟ فين؟ فين التلفزيون؟ تلفزيون؟ انا نسيت اجيب التلفزيون. نسيته؟ اه. امال الطبق اللي انا كنت بوصله فوق ده على ايه؟ انا اسف يا جماعه بجد. انا مش اسف يا جماعه بجد. عايز ايه يا هشام؟ خمس دقايق تنزل تجيب التلفزيون وتيجي. لا مش قايم يا هشام. طبعا انزل يا شيخ لو سمحت. مش هقوم يا جماعه، تعبان جدا يا جماعه والله. تعبان بس اقسم بالله. شيكو لو سمحت، انت امبارح سرق 20 يورو من محفظتي وما اتكلمتش. انزل بقى التلفزيون دلوقتي. شيكو لو ما نزلتش تجيب التلفزيون اقسم بالله حكلك حته قفا. بس لو اعرف ارفع دراعي بس. اقسم بالله العظيم يا هشام انا اعرف اقوم دلوقتي كنت قمت كلتك علقه. لا انا قله ادب يا جماعه بجد والله. بص بيتكلم ازاي فاهمي. و20 يورو ايه يا فاهمي اللي خدتها من محفظتك؟ قوم عشان اعرف اقوم بقى، عشان الليله دي مش هتعدي. قوم. طب انا هقوم بس ما تضربوش. ماشي ماشي. لا بس يا هشام. ايه؟ مش هيلني كل حاجة على ظهري وانت قاعد مفخد هنا؟ يا عم مش مفخد يا عم. انزل هات التلفزيون. مش هنزل يا هشام. بقول لك ايه؟ انزل هات التلفزيون. خمس دقايق مش هنزل. انا عملت حاجات حلوة جدا. هم دول يا حضرة الصف، هم الاثنين دول، هم دول صح؟ هم دول عاملين ده. ايه يا جماعة؟ انت بتسلمنا يا فهمي؟ اقلعي مالط واعملي لهم فضيحة هنا. اقلعي مالط. مالط؟ بتسلمنا يلا؟ ماشي. جايبين بتاع امن تخوفونا بيه؟ هنخاف من بتاع الامن؟ مش امن ده. ايه مين؟ ده ظابط، ده المقدم جورج كرياكوس هنا. ايه خلاص ولا؟ اخي براضي اخد لي براما. اقلعي مالط، انا بقول لك اقلعي لهم مالط هيخاف. ماشي. اخد باروك ونبدو جديد والناس. حضرتك معاك اذن من النيابة؟ Do you have permission؟ انت كشم له هيجيب ورا على طول. كشم له هيجيب ورا. حضرتك ده اول يوم نسكن هنا في العماره، احنا سكان جداد ودافعين الايجار وكل حاجه، بس احنا فعلا ما كناش نعرف ان البلاي ستيشن ممنوع. دونت بي لاود. اكسكيوز مي يا حضرتك بالظبط. انا هعترف بكل حاجه يعني. انا فعلا نسيت اجيب التلفزيون، بس مش قصدي والله العظيم. انا جبت حاجات تانية كتير جدا يعني. اسفت انا هنزل اجيب التلفزيون. صح عندك حق. بعد اذنكم. انت صح. يلا تعالى. احنا اسفين جدا، اسفين لحضرتك جدا. ايه يا معلم ده اسانسير فندق ولا ايه؟ كده ظبطت لكم الاداء جدا. دي النفخ ايه؟ لا ده حاجات كده يعني، السباك، البواب، عشان لو احتاجنا حاجه يعني. وده اسمي. شي انا شي دي النفخ. عادي مفيش حاجه. بوباس مش عارف ايه الحلاوه دي. مش كنت كتبت حاجه عن غض البصر؟ انت دورك ويتش فلور. وي ار نيبرز، وي ار ان ذا ثيرد فلور. ويتش فلور؟ سو دافيرا تو. اوكي بسم الله. لا ما تقلقيش، ده الوعي الركوب عادي. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. فضل لو عوزتي اي حاجه احنا تحت الامر. ها شيكو وهشام وفهمي احنا الثلاثه. زي البلد ما فيهاش تاكسي لو سمحت. هجيب تلفزيون. تاكسي.
اكسكيوز مي، تودينا اجيب تلفزيون؟